جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. ما بدك تتفقد مجوهراتها لبنتك قبل ما ناخدها معنا على البيت؟ هيك بيضل أحسن ما تتهمونا بالسرقة مرة تانية لنفس القصة. ليش لحتى نتهمكم بالجريمة اتهام إذا تم إثباتها؟ المجوهرات كانت بمكان الطبيعي، بس غادة هي اللي بالمكان الغلط. معلش خليني أقول شغلة، غادة مرت ابني غالية علي وما بتخلى عنا لو شو ما صار. بصراحة بابا، من لما غادة ابنك تتزوج ذاتي صار الموضوع واضح ولازم تكون معهم، وكلياتنا منعرف إنه غادة رح تكون سعيدة، ومنعرف إنه ما رح تقدر تعيش بدون ذاتي. خلص بقى، فيك تبطل تتفاصح وتحكي عنا. أصلاً كل اللي عم يصير هذا بسببك وإنت المسؤول عنه. ليش دفعت لهم الكفالة؟ لو ما أنك دافع لهم الكفالة ما كانوا تجرأوا يجوا لحد هون ويطالبوا بإنهم ياخدوا أختك غادة. هي أول مرة بحياتها بتصير إنه الشرطة بتدخل على هذا القصر كله بسببها. روح تفصح وأحكي هالحكي لبريت. شو ممكن تعمل بس تعرف اللي صار؟ بتروح وبتطلب منهم يطلعوا لبرا هلأ، يا أما أنا بطالعهم بمعرفتي. بس يا أخي، بس رامبير بس، بعرف ما رح تقلعهم. أنت لمين طالع هيك لك ابني؟ حضرة الضابط، غادة طفلة وقاصة يعني بريئة، وهدول الناس هنن استغلوا براءتها. هي ما بتعرف شو يعني زواج، ولهلا مفكرة انه الزواج يعني لعبة جديدة. شو بدها تعرف عن الزواج هي؟ غادة ما تزوجت هالولد، هدول عم يكذبوا. ماشي، نحن عم نكذب ونحن حرامية وغادة طفلة. يا حضرة الضابط، القانون بيقبل الشهود بالعادة ما هيك؟ معناتها خلينا نسمع الشهود شو رح يحكوا عن زواجها. شهود شو؟ مين بدكن تجيبونا؟ تفضل يا سيدنا. بالله حكينون، انت عملت مراسم زواج غادة ولا لا؟ ناقصة الطبخة هالفولة هيك كملة. اللي قديش دفعوا لك لتكذب علينا؟ لا سمح الله يا ابني، لا سمح الله، لا تغلط. لا انا ما بكذب، حرام الكذب، ما بصير. انضب واحكي مثل العالم.